عالمنا اليوم بيبحث عن الحلول، بس حلول كلها مكلفة. نحن نقف الآن فوق فوهة بركان والتي تحولت إلى كنز طبيعي. المواد المستخرجة من هذا البركان تشكل ثورة زراعية يمكن أن تنقذ المحاصيل في العالم. كيف؟ خلونا نشوف. هاي التربة سبحان الله من الأرض إلى الأرض. مهند، نقلتنا إلى عالم آخر، يعني كل ما عم نغوص في هذه الأرض كل ما عم نكتشف كنوز جديدة. لوين نقلتنا؟ إلى منطقة في شرق الأردن، منطقة براكين منذ ملايين السنوات. هاي المنطقة سبحان الله متوفر فيها جميع المعادن اللي ممكن تساعدنا بكل المجالات وكل الصناعات، وحتى اليوم احنا ناقلينكم هون على موضوع استخدامها في اهم منتج زراعي راح يكون بالعالم اللي هو التربة العضوية البركانية. بس ما خبرنا الناس انه دخلنا الى البركان. نحن داخل احنا داخل البركان الان. نحن داخل البركان، وكلما تعمقنا اكثر كلما وصلنا الى المواد الخام اذا فينا نسميها 100%. في عالم التعدين اليوم كل ما انت عملت دراساتك صح، استكشفت صح، وبالتالي انت بتحدد الريزيرف اللي موجود عندك وبتحدد انواع الخامات هاي. اللي ما حكينا انه هذه الصخور تتحول الى تربه. صحيح. الارض تعيدنا الى الارض. هاي احنا بنعالج المواد هاي بحيث انها تطلع معنا بالاحجام هاي لغايات انها تكون قريبه جدا من موضوع الزراعات. يعني أنا بدي أعمل لك إكزامبل سريعة جداً. خليني أنا أساعدك. تمام. أنت بدك تضيف المي لأنه كنت عم تخبرني كمية امتصاص. هاي التربة سبحان الله، تمام، من الأرض إلى الأرض. اليوم فكرة مشروعنا كاملة إنه هاي المعادن أو الصخور غنية بكل العناصر اللي ممكن تحتاجها التربة بالعالم. فاليوم احنا قاعدين بنشوف طلب هائل جدا على موضوع الأسمدة، قاعدين بنشوف شورتج بالأسمدة، قاعدين نشوف الآثار السلبية للأسمدة على الأرض، تمام، وعلى انه يكون احنا طعامنا آمن وصحي انه ولأولادنا. اليوم لجأنا انه ايش ممكن احنا نقدم للعالم، رحنا لموضوع اللي هو التربة البركانية العضوية الغنية بجميع العناصر. التعدين انه انت تاخذي ناتج هذا الجبل، ناتج الحفر، تمام، وبننقله بواسطه الاليات اللي هي هاي العدد والادوات، بتنزله بشيء اسمه كساره او بتكسره. فهاي في هذا المصنع المتنقل في جزء منه مسؤول عن الطحن، بطحن هاي الماده، فبتروح هاي الماده تلقائي لاربع احنا بنحدد القياسات. هلا الملفت انه هذا الشيء اللي عم نشوفه او هذه العمليه فيها تتم باي مكان من هذا البركان. بالضبط، هذا الجبل وين باي مكان. احنا الان بنقوم بعمليات تحري وبحث دائمه. ثوره حقيقيه في عالم الزراعه. اليوم إذا بدي أحكي عن الزراعة بأبسط مفاهيم بدي أحكي على مينرالز، جو، وبدي أحكي عن مي. التربة اليوم فيها كل المينرالز المايكرو والماكرو اللي أنت بتحتاجيها عشان تنبتي أي محصول. عم بوفر مي 50% وعم بحتفظ فيها كمان وعم بعطيها للنبات بطريقة كتير مناسبة، وعم بقاوم كل الظروف الجوية شو من كانت كتير شوب أو كتير برد، نبتتي قادرة إنها تتحملها. فأنا بالتالي عم بطلع إنتاج صحي كتير وكميات مضاعفة. ها
هاي التربة بتساعد اليوم بـ 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 بالمحافظة على المياه بنسبة 60%. بنوفر إحنا من استهلاك المياه للمزروعات. بس لما نحكي عن إنه بتقدر تقاوم التغيرات المناخية، أنا إذا بدي أزرع نوع معين، هل بطلب من وتد يحضروا لي التربة خاصة بهيدي الأرض اللي فيها هيدي المنطقة لربما بعض الجفاف؟ أو لأنه سألت سؤال كبير، اليوم نحن نعيش في عالم صحراوي، منطقتنا بغالبيتها صحراوية ونحتاج إلى تربة تحبس المياه. اليوم وتد عملت 11 خلطة، كل خلطة عم تستهدف نوع من أنواع المحاصيل، بس ما عم تستهدفه بس، عم تستهدف الابليكيشن تبعه. يعني أنت عم تزرعي open field، الopen field له متطلبات، ومنعرف أنه الجو رح يكون تأثيره أعلى، عم تتطلب منك مي، كميات مي مختلفة. فإحنا رعينا هذا الحكي في العناصر اللي حطيناها، في الستركتشر تبع التربة، في التهوية تبعت التربة، فصرت أنا عارف وبكفل التربة إنها تعطيني كميات المي اللي بدي إياها، كمية الهواء المناسبة حوالين الجذور، والمينرالز رح تروح slow release للنبات بحيث إنه ينبت بأي مكان. لكن ممكن أنت تكوني بدك تزرعي محصول مو تقليدي، ممكن تكون الظروف المناخية عندك كتير مختلفة، أو المي الكواليتي تبعها اللي عندك مختلف. كتير مختلف. التيم عندنا دائماً جاهز لحتى ينزل يشوف شو نوع التربة، يفحصها ويشوف مدى ملائمة الخلطات المناسبة لإلها، وإذا كانت بحاجة لتعديل أو تعديلين منعملها. تعديل، لما نحكي عن تعديل، هل نعدل بشكل طبيعي؟ دائماً وأبداً بشتغل بشكل طبيعي. التارجت تبعي أنه أنا ما أشتغل إلا طبيعي وأورجانيك، لأنه أنا هدفي أني أعطي تربة طلع لي محاصيل أورجانيك، هدفي أني أحافظ على البيئة. فعملية التصنيع تبعتي قدر الإمكان ما رح أفوت فيها عمليات مو طبيعية. اليوم إحنا زرعنا القمح في عمر القمح، إحنا متعارف عليه بشهر 10، آخر 10 بشهر 11، تمام. اليوم القمح زرع بشهر 7، ب 52 يوم القمح كان المحصول جاهز. اليوم إذا بنشوف إحنا مناطق الخليج العربي والصحراء تعاني من موضوع تطاير الكثبان الرملية، تمام. اليوم إحنا من خلال هذا المنتج بنقدر إحنا نغطي بسماكة 1 سنتي 2 سنتي كل اللاندسكيبينج داخل المدن. المرحلة الثانية من عملية الإنتاج تتم هنا في هذا المصنع. دعونا نتعرف على المراحل التي تمر بها هذه المواد المستخرجة من البركان حتى تتحول إلى تربة عضوية. من المنجم إلى المصنع، إبراهيم، ما الذي يحصل هنا؟ هسا هون بتتم العملية التصنيعية، تتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة المواد الأولية، حيث يتم الفرم، التأكد من القياسات، التجميع، الغسيل. بعدين بتفوت على اللي هي مرحلة الخلط، بتفوت على المستوعبات، تنزل بكميات وأحجام وقياسات محددة، بتفوت على عملية الخلط لضمان تجانس المواد كاملة. بعدين بتفوت على اللي هي مراحل التعبئة. عندنا التعبئة 3 أشكال، اللي هي مرحلة الجامبو باك، الكياس الكبيرة اللي هي 1 متر مكعب، في مرحلة اللي هي 25 لتر، بالإضافة لمرحلة 10 كيلو. في كل مرحلة من المراحل الثلاث يتم أخذ عينات وإرسالها إلى المختبرات. طالة هنا تفحص التربة، صحيح، حتى أنه قلتي لي أنه بيتم مراقبتها عندما تصل إلى المصنع وقبل ما تخرج من هذا المصنع، تمام. شو اللي بيصير بالتحديد؟ هلأ حالياً بتوصلنا المواد من المنجم اللي هي المواد الرو، والمواد أيضا بنضيفها على تربتنا، بتقوم بفحصها حتى نضمن نوعية ممتازة وجودة ممتازة لما نطلع منتجنا. بنفحص من ناحية نوع التربة فيزيكال وكيميكال، وبعدين نفحص خلال عملية الإنتاج كاملة، ومن آخر شيء نوصل حتى نفحص المنتج النهائي، بنفحص كواليتي تاعته حتى نضمن إنه يكون كواليتي ممتاز توصل للزبون.
وبهذه الطريقة أنا بدي أسأل، لأنه بكل خلطة عم تضاف كميات من هذه المواد مختلفة. صحيح. هلأ أنا حتى عم شوف اللون مختلف. تمام. شو اللي بيفرق؟ هلأ في عنا إحنا 11 نوع من التربة، عنا بيختلف حسب نوع النبات اللي حنزرع فيه وحسب استخدام هاي التربة. مثال عنا إحنا أول 3 أنواع من الترب هاي للخضروات، كل تميز حسب نوع الخضرة حنزرعها، فكل نوع بيختلف من حيث الملمس، وزي ما بتلاحظي عنا ألوان مختلفة. اليوم بالعالم كله اللي إحنا قاعدين بنشوفه، عالمنا اليوم بيبحث عن الحلول، بس حلول كلها مكلفة. اليوم شو الحل؟ برأيك وتد في يحمل الحل أزمة الأمن الغذائي اللي عم بعيش العالم؟ أنت اليوم كل إشي بالتصحر ومكافحة التصحر، السبب الرئيسي يتعلق بالمناخ والتربة. هل التربة مساعدة على إنه تنمو الشجر هذا؟ عملنا تجارب اليوم بأبوظبي، تمام، على شجر الفقع، تمام، واليوم الحمد لله كانت نسبة الإنبات ارتفعت من 20% ل100%، تجربة حية يعني. مش طيب، بس أنا عندي سؤال. هذا الكنز ممكن ينتهي بيوم من الأيام؟ نحن عم نستخدمه، تمام، قدي ممكن يفيدنا؟ اليوم الدراسات الأولية للمنجم اللي موجود عندنا تتجاوز المئات الملايين من الأطنان اللي موجودة فيها، كافية، تمام، هاي المنتجات إنه إحنا نصدر لغايات 40 و50 سنة و60 سنة. مشروع وتد يؤكد لنا أن كل ما يخرج من الأرض يعود إلى الأرض. ثورة زراعية بإمكانها أن تفتح مجالاً واسعاً أمام الحلول التي يحتاجها كوكبنا لمواجهة أزمة الأمن الغذائي.